جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: فضيلة الشيخ، ذهبت إلى العمرة وفي أثناء طواف الكعبة دعوت الله عز وجل بطريقة القسم عليه: يا ربي، إن تجاوزت المرحلة الأولى والثانية في القسم الذي قبلت فيه في الكلية وأدرس فيه فسوف أكفل يتيم من خلال المكافأة التي استلموها، وقد تحقق الامتياز والحمد لله ويسر الله لي ذلك. وفي السنة قمت بدفع مبلغ من المال لكفالة يتيم لمدة شهر في إحدى البلاد الإسلامية بواسطة جمعية خيرية. السؤال: هل برئت ذمتي في ذلك العمل أم أنني مطالبة بالدفع متى استلمت المكافأة، علما بأنني لم أحدد المدة؟ وهل يعتبر ذلك يمين يجب الوفاء به طيلة السنوات الأربع؟ وإذا لم يكن بمقدور ذلك هل علي شيء مأجورين شيخ؟ هذا نذر وهو بحسب النية. إذا كانت نوت أنها تدفع كفالة يتيم لجمعية معينة، نذرت أن تدفع كفالة يتيم للجمعية الفلانية كل شهر، إن هذا يلزمها ويتكرر مع تكرر الأشهر والرواتب والمكافآت. أما إذا أنها لم تنوي التكرار وإنما نوت يتيما واحدا، فإنها يكفي أن تكفل يتيما واحدا ويحصل بهذا البر بنذرها. نعم.